دقلة وحليب مع الدكتور لهفيلي منصر. مرحبا بكم أحبابنا المستمعين، أسعد الله صباحكم وبارك في الخير أعمالكم. علمت نفسي أن العيش في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله. هذا من أقوال وأفكار علي شريعتي، وهو مفكر وفيلسوف وعالم اجتماع إيراني، كان له جمهور عظيم حتى وفاته في منتصف السبعينيات تقريبا من القرن الماضي. ينحدر من أسرة محافظة ومتدينة، ولكنه عاش فترة في الخارج في فرنسا تحديدا، واتصل هناك بالعلوم الغربية ودرس في أرقى الجامعات، وحاول من خلال ما ألف وحاضر حاول أن يوازن بين الفكر والإيمان، وأن يحيي بالتجديد وعي المسلمين بدينهم وتحريرهم من ميراث فيه غث وفيه سمين. ومشروع التجديد الديني الذي انخرط فيه شريعتي بقي رغم قيمته ومتانته مشروع نخبوي، ولم يمس القاعدة الشعبية الإسلامية. يمكن أن نقول ذات الشيء عن مشروع مالك بن نبي الجزائري رحمه الله، ومشروع محمد الغزالي المصري، ومصطفى محمود المصري أيضا، وطه عبد الرحمن المغربي، وطارق رمضان المصري والذي يعيش في سويسرا الآن. هم تعمقوا في الفكر الإنساني، ورأوا أن بالإمكان وصل الإسلام بحركة الفكر والاجتهاد وصولا إلى نهضة إسلامية ثقافية هي التي تقود النهضة المجتمعية الإسلامية العامة. حديث شريعتي هنا عن العيش في سبيل الله، والعيش في سبيل الله أن يسلك المرء طريق الله ويحيا على هدى من الله، وأن يطلع بأعباء الرسالة المحمدية، يطلع بها سلوكا أخلاقيا وحضورا اجتماعيا وفكرا وتوجها ورؤية. وشريعتي يعترف هنا ويقر بأن ذلك ليس بالهين ولا بالسهل، فهو علم نفسه هذا التعليم، أي درب نفسه على هذا ووطن العزم وشحذ الهمة. هذا من الابتلاء ومن الامتحان في سياق إنساني عام، ما عاد يقر للدين بصفة عامة إسلام أو غير إسلام، ما عاد يقر للدين بجدوى الحضور في حياة الناس ولا بجدوى التأثير فيهم والتوجيه لهم. ومفيد أن يقول شريعتي هذا ويقارن بين العيش في سبيل الله والموت في سبيل الله، ليخلص أن العيش أعصر وأصعب من هذا الموت في سبيل الله. فالموت في سبيله تعالى لحظة، أما الحياة فزمن طويل يأخذ من المرء كل عمره. أمثال شريعتي هم الذين يموتون حقا في سبيل الله، لأنه وهب كل حياته لهذا السبيل درسا وتعليما وتوجيها وبعثا للأمل ومطالبة بحقوق الناس. هذا من ناحية. أما من ناحية أخرى، فالرجل ذهب ضحية أفكاره ومات فعلا، مات حقيقة شهيدا في سبيل الله، شهادة لم يطلبها لأنه أصلا لم يعش إلا فيها ولم يغادرها لحظة ليطلبها عند الموت. ما يقوله علي شريعتي هنا وكذلك حياة علي شريعتي التي عاش، هذه أمور ومسائل هامة في وقت وظرف وسياق. التباري بين كثير من الشباب أصبح تباري في الشهادة، هذا التباري في الشهادة أصبح موضة في وقت ينتشر فيه فهم قاصر للشهادة، يحاولها ضربا من العدمية وضربا من الانتحار. هذا من التصريف الغير موفق للطاقة الإيمانية، ومن التعبير الغير سوي عن العزيمة وعن الإرادة. ولو كان الإسلام هكذا لحول محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه، لحولهم إلى انتحاريين في مكة يقتلون مشركي قريش ويفجرون دورهم. لا، محمد صلى الله عليه وسلم صبر على كل أذى مكة لتكون المدينة بعد مكة، وليقيم في المدينة نموذجا للحياة ونموذجا للتعايش وللتحابب والتحاور والتشارك بين ملل وطوائف وأعراق عديدة. لأجل هذا النموذج في العيش كانت رسالة محمد، إنه نموذج علم الإنسانية أن أفضل حياة الناس تكون على هدى من الله، وأسعد حياة تكون متخلقة بخلق الدين. والجيل الذي حقق هذا للإسلام هو جيل شهيد، مات بمعارك أو لم يمت بهذه المعارك. وما كان خروج صحابة محمد للقتال
ما كان هذا الخروج للموت، كان خروجه من أجل الحياة ومن أجل الإحياء. ولا يعتقدن أحد أحبابنا المستمعين أن سبب انتشار الإسلام مرتبط بسيف أو بمعركة، لا، سبب انتشار الإسلام أنه أقام نموذجا للحياة، نموذج جذب إليه أناسا من مشارب عدة ومن أعراق عديدة. ومن يريد الانتصار لمحمد ولنهج محمد صلى الله عليه وسلم فليسلك هذا السلوك وليتخذ هذه السنة، فهذه أيضا سنة، أن يكون المسلم أعلم من غيره وأقدر من غيره على إسعاد البشر وأكثر كفاءة من غيره لإخراج البشر من أزماتهم. كل هذا من الصعب الذي لا يقدر عليه إلا قلة، ولا تقدر عليه شرائح واسعة من الشباب، ولذلك هم يزهدون في هذا الباب الذي يطلب أذكياء وأقوياء، يزهدون في هذا الباب ويسرعون إلى باب الموت والقتل. طبعا هذا أسهل، ولكن هذا الباب يوصد بوجه الناس باب الإسلام. دمتم رحماء ودمتم مرحومين. دقلة وحليب مع الدكتور لهذه المنصر.